بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. من هنا من أرضية ميدان البصير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، يتجدد بنا اللقاء ضمن انطلاقات ومنافسات السباق المحلي الخامس هنا الذي يأتي في أول أيامه في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر نوفمبر لعام 2018 للميلاد. ينطلق مشاهدينا الكرام انطلاقات سن الحقائق، وينطلق اول اشواط هذا الصباح، الشوط الاول الرئيسي للحقائق الابكار من هنا من ارضيه ميدان البصير لسباقات الهجن مع اول انطلاقات سن الحقائق. نسير مع هذا الشوط، نسير مع هذه الاسماء التي تشارك وتنطلق في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة هناك نحو الصدارة وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. المركز الأول من تأتي بيان عتيق بن حمد بن عتيق آل بريد المري، من يفتتح النداء مع انطلاقة بيان مع الصدارة والمركز الأول، وتابع ثاني المراكز من تصل طوع حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري مع ثاني المراكز المركز الثالث، وصول قدوم مشاهدينا الكرام مع انطلاقة هناك أيضا شواهين حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، بينما أتابع رابع التحديات وصول قدوم هناك من الليرة من تصل لجمعة بن عبد الله بن جمعة بن عبد الله المريخي، بينما أتابع المركز الخامس وصول وتحديات من ديما مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري، من يصل مع خامس التحديات. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة هنا في هذا الانطلاق المتميز مع أول أشواطنا الصباحية، أول أشواط الحقائق الأبكار هنا في أرضية ميدان البصير. 3 كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن، لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول. شواهين من بدأت تغير نحو الصدارة والمركز الأول مع انطلاقة شعار حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، من يقدم لنا شعارة مع انطلاقة جواهين حاضرا مع آمالي وطموحاتي هذا الشعار لانتزاع أول الأشواط الصباحية في أرضية ميدان البصير مع أول أيام السباق المحلي الخامس. يا سلام، لكن أتابع الوصول من بيان عتيق بن حمد بن عتيق آل بريد المري حاضرا مع انطلاقة بيان، حاضرا مع طموحات بيان مع ثاني المراكز المركز الثالث، وصول قدوم مشاهدين الكرام مع انطلاقة الليرة جمعة بن عبد الله بن جمعة بن عبد الله المريخي، بينما أتابع وصول من شعار حمد بن جار الله البريدي، ولكن ارصد ميمنة الميدان تحركات ودخول من عمق الميدان، من تصل هناك أيضا عالية سعد بن سالم بن عبد الله بن سعد، من يصل في هذا المسار. أتابع أيضا وصول وقدوم مشاهدين الكرام مع انطلاقة هنا هذا الشعار، وصل التمويل سعيد بن ناصر بن حميد بن علي الهاشمي، ولكن أتابع وصول أيضا من مخيفة سالم بن محمد بن بخيتان بحيح المري، ولكن أرصد مشاهدي الكرام وصول ودخول أيضا من انطلاقة براقة سعيد بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل، من يصل مع انطلاقة ثالث المراكز، ولكن أعود مع البداية، أعود مع شواهين مع المركز الأول حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، من يقدم لنا شواهين، ولكن وصول، لكن تسلل في هذا المسار مع انطلاقة عالية سعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد، من يصل مع انطلاقة عالية في هذا المسار، وصول من شعار بن هليل، ووصل شعار الهاشمي، من يقدم هناك أيضا انطلاقة هنا تمويل سعيد بن ناصر بن حميد بن علي الهاشمي، ولكن الله يا عالية 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 مع الصدارة، عالية مع المركز الأول مع هذا الانطلاق الرائع والجميل هنا. عالية تؤدي عروضها الصباحية المتميزة مع
هذا المسار. سلام عالي، سلام حاضر بسجل الحافل بالانجازات والانتصارات. سلام عالي، سلام سلام لسعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد على هذا الانتصار وهذا الفوز، ومشكور يا عوض على هذا الاداء المتميز والجميل. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لسعد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن حمد على هذا الفوز وهذا الانتصار، واسعد الله صباحك يا ابو سالم على هذا الاداء المتميز والجميل وافتتاح اول اشواط هذا الصباح المركز الثاني مشاهدينا الكرام.